السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. طلبة وليس أمرا كنتمنى أنكم تعملوا لايك وبارطاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. هناك أخبار في غاية الأهمية بخصوص المغنية اللي أصبحت هذه الأيام مخلوعة وصفرة ومنهارة بعد تسريب أنباء عن تورطها في فضيحة استغلالها النفوذ وذلك بتقديم مبالغ مالية لوسطاء وشخصيات نافذة من أجل التوسط لها في هذه القضية المتابعة فيها بما يعرف بالحساب حمزة مومبيبي. وهذا الحساب كما هو الحال إخواني أخواتي لمدانة فيها بسنة سجن النافذة ابتدائيا واستئنافيا وحتى الخروج الأخير ديالها واللي أكدت فيه ما مرة أنها ولن تدخل للسجن بعد ما أعطاها المحامي ديال المرحوم بـ20 ضمانات يعني مؤكدة أنها هتحصل على البراءة قبل ما يتوفى الله يرحمه وأنها بريئة من جميع التهم المنسوبة إليها بالرغم إخواني أخواتي من الأدلة الثابتة في حقها واعتراف الأخت ديالها واعتراف ديالها تلقائي لأن شحال من فيديو كتعترف أنها هي صاحبة الحساب حمزة مومبيبي من بعد ما تغناو بالحساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنهم استعملوا هذا الحساب المشؤوم واللي اعترفت كذلك الأخت ديالها كما ذكرت. فالأمر خطير للغاية إخواني أخواتي لأن هذه القضية ديالها غتصبح فيها تهمة استعمال الرشوة لكي يعاقب عليها القانون فحتى كل أفعالها وتصرفاتها والصلاحيات اللي عندها كتبين أنها فعلا فوق القانون. فكما شفنا إخواني أخواتي في الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللي منتشر على النطاق الواسع ملي كانت كتدخل بالسيارة ديالها الخاصة داخل المحكمة وكأنها عضو من أعضاء المحكمة فهذا بطبيعة الحال مستفز للرأي العام المغربي وكذلك المتضررين. فكنتمنى أن يكون هذا القضاء نزيه وتحاسب على كل تصرفاتها المشينة لتكون عبرة للجميع. فكل ما ننتظره إخواني أخواتي والعدل فهي مواطنة ومدانة فالواجب أنها تأخذ حقها من هذا الحكم من بعد ما تحكم يعني جهاد العصابة كاملة وخذوا الحكم ديالها وحتى الأخت ديالها راه دوزت هذيك العقوبة وخرجت وهي كتدوز حياتها وحتى واحد ما كيجبدها بصراحة هذا هو الأكيد. فاحنا الأساس ديالنا هو ذاك الأستاذ المديم اللي مازال يعني داخل سجن الوداية ظلما وعدوانا والأم ديالو مكلومة وهذه الرسالة باش يخرج من ديك التهمة يعني وحتى لهذه المغنية تخرج تعتذر يعني لهذا الأستاذ المديمي وتقول بأنه فعلا الحساب حمزة مومبيبي بالعصابة هي اللي تثبت ليه في هذا الاعتقال وهذا الانتقام كله اللي عمل الضجة إخواني أخواتي. فلازم أن يكون هذا الحكم صارم باش يطمئن هذا المتضررين والرأي العام المغربي أن هذا الإجرام كيبقى إجرام ولا يمكن أن تحظى بامتيازات لا يحظى بها المواطن. فامتيازات صراحة كنشوفوا أن متعة بجميع الامتياز واش هذيك الأوسمة هي اللي كتعطيها الحصانة هذا هو السؤال المطروح واش هذيك الأوسمة هي اللي كتعطي الحصانة أم أن هناك شخصية نافذة يعني حامياها يعني أعطاها كل الضمانات أنها ما تدخلش للسجن رغم أننا سمعنا يعني وتسريب يعني مجموعة من المعلومات أنها كانت كتعول تخرج يعني تمشي تسافر للبحرين وأنها غتقيم يعني مجموعة من الحفلات في تلك البلد ولكن تم المنع السفر ديالها بهذا الخصوص. ولكن هذه غير خطة باش يقولوا أن المغنية راهي مدانة وما يحقش أنها تخرج يعني لأن ممنوع من السفر حتى يخرج يعني الحكم النهائي بعد إصدار محكمة النقد والإبرام يعني ديك الطلب اللي يعني دفعوه المحامي ديالها باش يتم يعني واش
يأيدوا الحكم أو يتم الرفض. فهذا هو الخبر إخواني أخواتي. فحتى المغاربة راه ما كيسمحوش لهاد السيدة حيت هانتهم كاملين، هانت المغاربة والمغربيات الأحرار، ونعتاتهم بالمكلخين بمن فيهم شخصيات وحماة الوطن داخل وخارج الوطن. فصراحة السمعة ديال هاد البلاد فهي ريباتها، وأطاحت بسمعة أناس متسبب في المأساة ديالهم ومنعهم من العمل والزواج كما وقع مع ديك مريم السعيد اللي كانت يعني واحد قصة حب هي وديك رجل أعمال، وفي الأخير يعني حطمات هذيك الحب يعني والروابط اللي كانت صراحة على قيد أنهم يقوم بواحد الحفل كبير، ولكن ديك الصور اللي سربوها هي اللي خلت أن هاد الحبيب ديالها أو الخطيب ديالها يفسخ هذيك الخطوبة أو هذاك الزواج. فصراحة إخواني أخواتي إذا رجعنا للملف وتمعنا فيه أكثر فغيتبين لنا أن القضية تحتوي على ملف الابتزاز والتشهير والتجارة في البشر مع تكوين عصابة، مما يتحتم على القضية أن تحال على الجنايات. ففرقوا العصابة إلى أفراد فتم تكييف هذه القضية وحولوها لجنحة لغرض باش تصبح جريمة عادية، وهادشي اللي شتي كنشوفو يعني أصبحت جريمة عادية. وبالتالي المغنية راهي خارجة وكتمتع بديك الصراحة الدائم ماشي غير مؤقت الدائم، يعني وحتى الأخبار اللي كتسرب اللي كتقول أنها غتحصل على البراءة. فإلا كان الخبر هذا الأنباء اللي تسربت ديال أنها متورطة بالرشوة فغيتم كذلك المحاكمة من جديد في هذه القضية، وغتكون عقوبة كبيرة وكبيرة جدا. فكما يقع في جميع الدول صراحة هذه القضية ديال تحويل الجنحة إلى جنحة عادية فكنشوفوها في جميع الدول. ولنا سابقة جريمة ديال الكوميسير إخواني أخواتي، كوميسير ثابت في التسعينات واللي كانت المحاكمة ديالو علانية فحولوها إلى محاكمة سرية وتحقيق يعني سري كأنما هناك من يهدد أمن الدولة. وهادشي كامل عشناه يعني في ديك المحاكمة اللي كانت سرية وما كان حاضر حتى شي واحد. فالآن كنشوفوا وحدة يعني مدانة بهذا الحساب حمزة مومي بي وأنها هي الرئيسة ديال هاد العصابة وأنها كتسير هاد الحساب، والاعتراف يعني تلقائي ديالها وديال الأخت ديالها وكذلك ديال العصابة اللي كانت اللي تحكمات. كنشوفوا أن هادشي علانية ولكن مازال كتخرج عينيها ومازال كتشبت بالبراءة. هادشي اللي كنشوف إخواني أخواتي، والأستاذ المديني اللي مازال مريض ومازال كيعاني ليل نهار، والأم ديالو المكلومة اللي مريضة الله يشافيها، وندعو الله عز وجل باش يطلق سراحه وينعم يعني صاحب الجلالة يعني محمد السادس نصر الله يعني بالعفو الشامل. برغم أننا سمعنا واحد تسريب واحد الخبر على أساس أنه غي الاسم ديالو في اللائحة ديال المستفيدين من العفو الملكي. فحتى لا أطيل عليكم إخواني أخواتي، كنتمنى أنكم تعملوا لايك وبارتاجوا الفيديو باش توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.